الحكومة التركية بين فساد وانشقاقات. بين فساد حكومي متفشي وإهمال في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتراجع لدخل الفرد وانشقاقات في الحكومة التركية، ذلك ما أنتجه حزب العدالة والتنمية مؤخراً، حيث تجاوزت الديون ما يقارب 3 مليارات دولار، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وذلك ما جعل المواطنون يصرخون منه رغم الدكتاتورية. وفي ظل هبوط الليرة التركية، طبقت السلطات التركية إجراءً جديداً في محاولة لتقليل الضغوط الاقتصادية، وهو تأخير عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملة الأجنبية ليوم واحد على الأقل. وتشهد عمليات التحويل التي يقوم بها الأفراد نشاطاً، حيث تفوق مبالغ التحويل 100,000 دولار يومياً. فهل هذه منعطفات النهاية